انت مركز مع العوضي فعلا؟ دي حقيقة. اه طب ليه؟ لقيتك انت متابعة الموضوع وحابة ان انا ارد على الناس من خلال برنامجك. تمام، مش اي مشكلة خالص، دي حاجة تسعدني وتشرفني كمان. ميرسي، يا رب يخليك يا مينا، منورني طبعا. ربنا يخليكي. الموضوع باختصار شديد جدا ان انا بحلل مشاهد الاكشن اللي كانت في مسلسل حق عرب في صورة توعية، في صورة فيديوهات تعليمية. يعني مثلا ناس كتير جدا من زمان اصلا بتتأثر بافلام الاكشن بتاعت بويكا وبتاعت بروسلي، وانا عايز اعرف اعمل الحركة دي. فالناس اللي متابعة الكارير والمجال بتاعنا دي حاجة عادية بالنسبة لها، ان هو لما يشوف كابتن انا شفت الحركة دي، طب عايز اعرف اعملها ازاي. دورنا ان احنا اصلا نوجه الاول قبل ما اقولك الحركة دي ينفع تتعمل ولا لا، هي واقعية اساسا ولا لا. ده بحكم ان انت مدرب دفاع عن النفس، فانت بتاخد اللقطات اللي هي فيها ضرب وبتفسر ايه الغلط وايه الصح. بالظبط كده. مظبوط كده؟ بالظبط كده. طب ما اشمعنى العوضي؟ طب ما في مسلسلات كتير يا كوتش مينا فيها ضرب، اشمعنى العوضي؟ ما انا ليا حق برضو كحد متلقي بشوف الفيديوز بتاعتك، انا شايفك مركز مع العوضي، فليه حق اقول ان انت غيران؟ ما انا ما نكرتش، هو فعلا انا متعمد ان انا ده اكتر حاجه هتكلم عليها، او الحاجه الوحيده اللي انا مركز وان انا بتكلم عليها سواء بالسلب او بالايجاب. يعني افهم من كلامك ان انت بتقول للناس ان انت فعلا غيران من العوضي؟ لما ابقى اعمل مسلسل في رمضان ابقى غير من العوضي. لا طبعا. طب ما تعرفنا، طيب انت ليه ركزت؟ ما احنا برضو لازم يعني احسم الجدل، انت ليه اخترت العوضي بالذات؟ طيب خلي ده اخر حاجه هنرد فيها على الناس، بس خلي دي اخر حاجه. تمام، هنقول ليه؟ هنأجلها بس مش هنأجلها كتير. في اخر الحلقه. تمام، هنعرف الناس ليه اشمعنى العوضي اللي انا كنت مركز مع المسلسل بتاعه. مش هنسى على فكره. يلا اوكي. هقول لك سؤال وتجاوبني بصراحه. اوكي، اللي انت بتعمله في الفيديوز عندك على البيج ده فعلا ممكن تطبقه في الحقيقه؟ لا. يعني انت كده بتضحك على الناس؟ مش بضحك على الناس، بس هو باختصار شديد جدا، انت لما تيجي مثلا تعلمي طفل صغير الكتابة، فهو لازم يكتب الكتابة بالتشكيل ويهتم بالتفاصيل، لكن هو لما ايده بتاخد على الكتابة خلاص هيكتبها بشكل مختصر زي الامضة. لكن هل ينفع لما انا اعلم طفل يكتب اعلمه اول حاجة فورمة الامضة، ولا المفروض ان هو ياخد الموضوع باصوله بالقواعد الأساسية بتاعته الأول؟ إزاي إن أنا أمشي على السطر، إن أنا أحط الثلاث نقط فوق السين مثلا عشان تبقى شين، فلازم يعرفها الأول بالظبط، تبقى فورمال. يعني بتمشي خطوة خطوة عشان يعرف يطبق ده في الشارع. بالظبط كده. ولكن أنا المفروض لو أنا حصل معايا موقف زي كده، أنا مش هحتاج إن أنا أعمل التفاصيل دي كلها، هو ممكن أصلا ما خليش الموقف يبتدي. يعني انا ممكن انهي الموقف قبل ما يبتدي. ده بيجي من ايه؟ ده بيجي بالادميه، بيجي بالاحترافيه. طب خلينا نبسط شويه اكتر للناس. يعني بمعنى اصح، انا مش محتاج مثلا ان انا لو حد لا قدر الله، يعني لو حد مثلا خلاص هو فرض عليا موقف ان انا هتعامل معاه، كل الثلاث خطوات مثلا انا بقول ان انا امسك ايده والف كده وانزل كده، هي لو جت في خطوه واحده الموضوع انتهى. ممكن اصلا ما اعملش التكنيك ده، ممكن احط حاجه تاذي بشكل اسرع. لكن لو انا هقولها لحد مبتدئ مش هينفع، لان هو لازم يمر على الحاجات دي في البدايه.